حمدي عن كواليس هذا الصلح. حسن حمدي، انا مقتنع تماما بقياده حسن حمدي، مقتنع تماما بما عمله حسن حمدي للنادي الاهلي، وبما عمله حسن حمدي للرياضه المصريه، وبما عمله حسن حمدي لجريده الاهرام. يا سلام. والكلام ده عشان تكون في الصوره، احد المسؤولين من غير ذكر اسمه، احد المسؤولين الكبار قال لي انا شخصيا ان رئيس مجلس اداره الاهرام قال له احنا كنا لازم نعمل تمثال لحسن حمدي. رئيس مجلس اداره الاهرام الحالي اللي هو حرك كل القضايا ضد الكابتن حسن حمدي، قال له كده يعني. وهقول لك بعد البتاع مين اللي قال. لا ما انا خلاص عرفت، لكنه والله يعني الكلام ده فعلا حصل يعني. انا بقول لك كلام انا ما كنت متعاطف مع الكابتن حسن حمدي في ازمته. حسن حمدي انظف من النظافه. يا سلام. انا تعاملت مع حسن حمدي صديق. حسن حمدي من انظف واشرف الناس اللي شفتهم في حياتي. والله اقسم بالله. زعلت عشان طبعا. يعني ده يعني حاجه انا كنت لا يمكن اتصورها. ان بعد اللي عمله حسن حمدي للرياضه وللاهرام ويصل لهذا الكلام، الناس تتهمه اتهامات باطله بهذا السوء.